بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، معكم طيب بقالي رئيس مركز ثانوية أيوك الرازي مديرية طنجة أصيلة. الصباح هذا 6 يوليو 2023، بداية المرحلة الأولى امتحانات البكالوريا الدورة العادية. مركز في 5 ديال الشعب: علوم فيزيائية، علوم فيزيائية خيار فرنسية، علوم الحياة والأرض خيار فرنسية، ثم علوم رياضية خيار عربي، ثم فرنسي. يعني أمور تسير بشكل عادي بعد الاستعدادات الأولى ما قبل اليوم هذا. تم فتح الأظرفة يعني في الساعة المحددة بحضور التلاميذ، بحضور سيد المداوين، وبحضور سيد الملاحظ. في 8 بالضبط انطلقت امتحانات، والحمد لله والشكر لله أننا يمكننا نقول أن الأمور جد جد عادية حتى الساعة، والأمور تسير يعني في كما يعني سبقت تخطيط له. عدد المرشحين الآن في القطب العلمي 417، الغياب في هذا اليوم الأول 8 منهم، يعني تلميذة واحدة. الأمور حتى الساعة عادية الحمد لله، ليست هناك حالة غش، جميع التلاميذ ملتزمين يعني بالقانون المنظم للامتحانات. يمكن نقول ان شاء الله ان الامور ستسير في هذا المنحى هذا، وغتكون ان شاء الله يعني الاجواء جد جد عاديه. هذه الرساله اللي كنوجهها للتلاميذ، هي الرساله اللي كنوجهوا لهم خلال السنه كلها، ان العامات ثم العامات ثم العامات ثم الجديه، وحذاري من الغش، لان من اقبح الصفات هي صفات الغش، وفعلا هي صبحت يعني يمكن نقولوا واش ظاهره واش نقطه سوداء في القطاع ديالنا. ولكن الحمد لله كنعتقد جميع رؤساء المراكز كانوا في المستوى، واولا هم في المستوى، وكيقوم بمجهود يعني معتبر للضرب يد من حديد على كل من يعني يجرؤ على يعني تجاوز هذا الجانب المرتبط بامتحانات البكالوريا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.